الخبر الأول اللي عدنا عن وسام تيكت وبيسان تيكت وإعلانهم عن موعد زواجهم. فوسام نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري. الواحد من المتابعين يسأله شو وقت لحد نزلون مقطع وتقولون للفريق عن العرس، فجابه وسام قريبا جدا. فألف مبروك على العرس من هسه، رغم عندي شوية شكوك إنه بعد ما وضوع مقلب وممكن يكون أقوى مقلب باليوتيوب، ولكن خلينا ننتظر ونشوف شنو راح يصير. واكتبوا لنا بالكومنتات توقعاتكم وهل تتوقعون حيزوجون أو لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن نجواني، وأخيرا قرر إنه يفضح بيسان إسماعيل. فبعد كل الستوريات اللي هدد بيها بيسان وطلب منها انه تعتذر قدام الناس، ولكن بيسان رفضت هذا الشيء. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات يقول بيها انه باكر رح ينزل فضيحة بيسان اسماعيل، وبنفس الوقت قال رح ينهي بيسان من هالكلام. فرح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها بنفسكم. كيفكم شو اخباركم؟ لكل المتابعين اللي تابعونا على سناب شات على الانستغرام بكل مكان، يا جماعة انا بكرة رح انشر الفيديو اللي حكيت عنه صار لي فترة عم بحكي عنه. لكل الناس لا بتصوروا عني فضيحة ولا ما فضيحة ولا مدري شو، بكرة رح اوضح كل شيء مع اثباتات، وانا هي القصة رح يكون اخر فيديو خلصنا بكفي، رح يكون طويل شوي يمكن 20 دقيقة اكثر شوي 25 دقيقة، بس خلص رح احكي كل شيء مع اثباتات وانا هي القصة لانه بكفي عن جد. انا مليت من هالمسخرة هي، لو طلعوا بعدها ردوا خلص، انا رح احط اثباتات وحط كل شيء، احكي كل شيء القصة كاملة، وان هي مع حتى متابعيني ملوا من الموضوع هذا، وهنا هن معروفين شو هن الصراحه. يعني شفت الفيديوهات اللي نزلت طيبه بعد ما حكيت طيبه ما اثبتت وكل شيء، نعرفوا شو هن. بس الناس اللي طلب مني هذا الفيديو بحب اقول لهم انه بكره راح انهي كل هذا الموضوع، واسف وجعت لكم راسكم، بس لازم هذا الفيديو بكره انشره، والله يسعدكم يا رب. استنوا بكره على الساعه 4، بحبكم. فيلا كلكم روحوا اشتركوا عندي جواني وانتظروا الفيديو مال باكر اللي حيكون حلقه الاخيره من مسلسلنا. الخبر الثالث اللي عدنا عن انس الشايب واصابته بمرض الكورونا. فانس نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يقول ادعوا لي بالشفاء العاجل، انا مريض احتاج دعواتكم. وحسب ما فتح بالبث المباشر يقول انه هو مصاب بمرض الكورونا، فالله يشافيه يا رب وان شاء الله يعود بالسلامه. ولا تنسوا يا حبايب تدعوا له بالكومنتات، واتوقع بهذه الحاله ما راح يقدر يسافر لبيسان اسماعيل. وبس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع يعجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه عشان يكون فيديو زي مقالات مملكه القصص. وبس مع السلامه.